Kia. Movement that inspires. مرحبا بكم، أهلا وسهلا في حلقة جديدة، هي الحلقة الثامنة من برنامج الثانية، البرنامج الفلاحي الأول في تونس. البرنامج هذا برنامج الفلاحة المغرومين بالفلاحة، الفلاحين والفلاحات والعاملين في الفلاحة. زاد نحييكم جميعا، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا. عاصمة ألفة، أهلا وسهلا أبو بكر، أهلا وسهلا. حلقة اليوم هي حول موضوعين. موضوعك أنت. موضوعين. فموضوع آخر موضوعك أنت تونجيو. موضوعين، هو تجمع الفلاحين في أي نوع من أو أي شكل من أشكال التجمع. فما برشا أشكال، القانون متشعب، القوانين متعددة، إدخال اليوم الاقتصاد التضامني والاجتماعي كيف كيف، الجمعيات. دونك الموضوع صحيح صعيب. أنا كفلاح كي باش نجي اليوم نقول راني نحب ندخل ولا نعمل شركة ولا مجموعة من الفلاحين يتلموا في شكل من الأشكال، المسألة ما هيش بالسهولة اللي كنت أنا نتصورها. دونك لازم برشا خدمة. هنا باش نحاولوا نحكيوا ببعض الأمثلة. أنت كنت في الجنوب. صحيح أبو بكر، أنا مشيت لقبلي وهذا عشت في قبلي. أنفيت شفنا صورنا زوز تجارب متاع فلاحة لموا بعضهم في دي جدية، معناتها من جامعة متاع تنمية فلاحية، البرغوثية والبليدات، زوز قراي قراي زوز قرى 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 البرغوثية والبليدات. دونك التجربة هذه الرفات اللي لموا بعضهم خليوهم يجموا يتجاوزوا المشاكل كو سوسوا متاع الإنتاج ولا متاع التسويق، على عكس الفلاحة اللي قعدوا وحدهم من غير ما تلموا. ونحكيوا على إنتاج تسويق وتثمين، زاد نجم يكون بعد وبعد يكبروا. جوست رقم قلناه ونعاود ومازلنا باش نعاودوا برشا مرات. خذينا مثال فرنسا، في 2021 المجامع الفلاحيه ولا التعاونيات الفلاحيه عملوا رقم معاملات باعوا ب 85 مليار يورو. تعرفش معناها 85 مليار يورو؟ معناها برشا مرات الميزانيه تاع تونس. واضح؟ هذه المجامع ولا التعاونيات الفلاحيه في فرنسا. باش نرجعوا للموضوع برشا مرات لانه مهم ياسر توا باش نمشيو في تجمعات من اي نوع كانت. المهم نتلموا الفلاحه. مشينا زاد الفحص وجبل الوسط، هي شركه تعاونيه نموذجيه لتربيه الحلزون اللي صارت في برشا مشاكل قبل. اليوم التجربه احياء من جديد في تعاونيه. حكينا مع مربي، حكينا مع رئيس مجلس الاداره، كيفاش ولا رئيس مجلس الاداره تربيه زاد الحلزون، لشنو يصلح تثمين وكذا. تكلمنا في هذا طبعا. بعد شويه نحكيو زاد مع لابيا الاكسيليراتور نتاع لي زي سي ماسا اللي هي التعاونيات الفلاحيه ومواضيع اخرى. اليوم زاد اليوم خلطنا الحلقه الاخرانيه قبل الفينال نتاع السينيا كونكور. دونك ان شاء الله اليوم نكتشفوا شكون المترشح الثالث في الشهر هذايا. باهي، المترشح الثالث يولد عندنا ثلاثه. الجمعه الجايه تجتمع اللجنه وتقرر من بين ثلاثه شكون باش يكون عنده الاستثمار الكامل ويتواصل الحلم. السينيا كونكور على صفحتنا السينيا، تنجموا تدخلوا تبعثوا لنا ميساج وهكاك تدخلوا في المشاركه، وان شاء الله نجيو بحذاكم وتكونوا من بين اللي تم اختيارهم والتصوير معاهم وتدخلوا في المسابقة والسباق. الربح مرة في الشهر واحد يربح استثمار كامل ومتكامل مع نيافورا. قبل ما ندخل في موضوع الحلقة الرئيسي، قريبا الأزهار، فما أجار بدأت في الأزهار والأغلبية باش تبدأ توا في الأزهار قريبا. نحن ندخل في شهر مارس على قريب. كيفاش تسميد الأجار المثمرة؟ نصيحة جينا من عند الشركة العامة لخدمة البستنة جي اش اس جروب مبروكة. مرحبا بكم، اليوم باش نشوفوا مع بعضنا
طريقة المداوات الإيكولوجية ضد الأعشاب الطفيلية. في العادة ديما الأعشاب الطفيلية نداويهم افيك ديزيربيسيد. ليزيربيسيد كما نعرفوا يمثلوا خطر كبير على الأشجار، سيرتو وقت اللي تلقاهم في عمر صغير. دونك اليوم باش نشوفوا مع بعضنا تكنيك جديدة نتاع حماية الأشجار كونتر الأعشاب الطفيلية بالطوال أرسول. الطوال أرسول ركبوه دي لا بلانتاسيون، معناتها من وقت الزراعة، ويقعد عايش مع الشجرة مدة 6 سنين ومينيموم. وبعد سيتان برودوي بيو ديغرادابل يذوب بالوقت، فم دونك ماهوش باش يمسخنا الارض، ماهوش باش يضر لنا الشجره، بالعكس هو باش يزيد يحماها كونتر الاعشاب الطفيليه. برمي لي زافونتاج نتاع التوال اورسول انه يربحنا برشا في كميه الماء اللي باش نسقيو بها، خاطر كما نعرفوا كميه الفابوراسيون نتاع الماء من السول باش تنقص، عمليه التبخر نتاع الماء باش تنقص، دونك باش يربحنا في كونتيتي نتاع السقيان. نجمو نمثلها اون بورسنتاج، نجم تربحنا 30% من كميه الماء اللي باش نعطيها. دونك هذه اهم لي زافونتاج نتاعها. اليوم كي نجيو نحسبها اون تيرم دو كو قداش باش تكلف لنا عمليه الديزرباج، كو سوا مانويل والا معناتها بالخدامه والا بالديزربون، دونك نلقاوها تتكلف بالطوال اورسول خير من اللي نعملوا تروا ولا كات اوبيراسيون بالخدامه وبالمسحه، فم تنحيو في الحشيش شكاني. حاب ديما نشكر المتعاونين معنا والمستشارين ايضا اللي مشاو في نفس الاتجاه. الخط التحريري نتاع البرنامج هو نصيحه الفلاح، نصيحة للفلاح مش الإشهار للإشهار، نصيحة للفلاح. مشكورين بارك الله فيهم على التعاون معنا. تفرجوا في التجربة الأولى ألفة، كنا نحكيوا على تجمع الفلاحين بأي شكل من الأشكال في أنواع متاع شركات أو غيرها. التجربة الأولى هما في الواقع زوز تجارب ألفة، أنت كنت موجودة في قبلي، حطنا في الإطار زوز مشاريع هذوما. باهي، هما هذوما فلاحة دونك ينشوا في التمور. أون فيت الفلاحة في قبل يعانيوا برشا أبو بكر، فما مشكل نتاع أمطار اللي هما برشا فلاحة يعانيوا بيه منه يا ربي، وفما زادة مشكل نتاع نقص في المياه. فما زادة إفة جديدة عندها 3 سنين اللي هي إفة العنكبوت، خليت اليوم الفلاح يوصل يبيع معناتها المنتوج نتاعو علفة، معناتها الكيلو يوصل يبيعه ب 100 فرنك. بالرغم عندها حل عندها حل تحويلها لشنو؟ عندها حل الدواء. الدواء موجود، متفاهمين يعني. اي متفاهمين ان الدواء موجود. تو نحكيو عليه حلقه اخرى ان شاء الله. ان شاء الله في الوقت نتاع التسكين. الحل الكامل لتفادي العنكبوت. اليوم الزكريا سامبلومون راهو. اكزاكتومون. دونك التكلفة كبرت برشا، الناموسية سومها غليل، الأسمدة، فاتورة الضوء ياسر غليت، ومساكن مساكن الفلاحة ما نجموش ياخذوا قرض معناتها باش يعاونوا رواحهم. وزيد على هذا الكل اليوم معناتها الفلاحة يوجعهم قلبهم، تلقاهم يبيعوا بالسوم نتاع التكلفة فواغ أقل من السوم نتاع التكلفة، بعد يشوفوا الأسويم نتاع الدقلة في السوق بقداش. دونك هذا خلى برشا فلاحة قروا باش يتلموا في مجامع تاع تنمية فلاحية، باش يحطوا اليد في اليد باش يحاولوا يلقاو مشكل حل لمشاكلهم. المشاكل نتاعهم. عاد نمشيو لقبلي وين كانت ألفة موجودة على امتداد 3 أيام. في أكثر. مشيت نهار السبت في الليل، رحنا الأربعة في الليل. أوكي، تفرجوا شو عملت. احنا توا في قرية البرغوثية من معتمدية قبلي الجنوبية، جينا المقر نتاع مجمع تنمية فلاحية اللي هو مجمع الإتقان بالبرغوثية. يلا نمشي مع بعض. مجمع الإتقان بالبرغوثية تأسس سنة 2011 على مجموعة من الأهداف، أهمها تحسين إنتاجية المستغلات الفلاحية،
تأطير المنخرطين وإرشاده إلى أحدث التقنيات الزراعية وكل ما من شأنه دعم المصالح المشتركة للمنخرطين. انطلقنا ب 13 منخرط ووصلنا اليوم إلى 58 منخرط منذ سنة 2012 في فكرة التجارة العادلة كوميرسي كتاب اللي استفاد المجمع من خلالها على الحصول على منحة، وهذه المنحة تمكننا سنة 2017 من إحداث مدرسة ابتدائية بالبرغوثية بتضافر كامل أهالي القرية ومجمع الإتقان. طبعاً إحنا في نهاية كل موسم فلاحي تكون يعني ثم جلسة عامة، خلال الجلسة العامة يصير يعني المقترحات، وبعد نهاية الجلسة العامة يقع تبويب هذه المقترحات في مكتب المجمع لتبويبها إلى المجال الفلاحي والبيئي والاجتماعي. ندخل قبل الموسم الفلاحي بهذه المنحة يعني بالنسبة للمخرطين قبل الموسم الفلاحي، أثناء الموسم الفلاحي ونهاية الموسم الفلاحي. يصير مؤتمر للمجمع كل 6 سنوات يعني تغيير أو يعني أحد أعضاء المكتب أو تجديد كامل المكتب، وهذا قمنا به، والانخراط يعني الباب مفتوح للمخرطين داخل واحة البرغوثية. بالنسبة للسناد العضوي هي قائمة عليها المجمع، لأن خاصة يعني احتياجات الفلاحة في الزراعات تحتاج إلى برشا، وخممها في وحدة إنتاج متاع الأسمدة هذه البيولوجية باش نعملوا لكم ما يسمى بالمستسمد. خاصة قائمة هذه العملية كلها على هذا الرحى، هذه البروير هذايا يوقع الرحي متاع الديشي هذوما، وبعد ما تحصلوا على الديشي هذاك المخلفات على الواحة ولات في مطروف رقيقة وحسب الديمونسيون معناها حسب أحجام معتبرة مقاييس معناها في التكنيك متاع الإنتاج الكومبوست، يوقع خراجها لبرا وتحط معاه ونزلوها نسبة 3 متاع الغبار متاع المخلفات الحيوانية، ويوقع تخليطها بالماكينة هذه توقع معناها باش يتخلطوا مع رشان الماء مع درجة محافظة عليها هي فنية، معنا درجة متاع رطوبة معينة ودرجة متاع سخانة معينة حتى تحصلوا على كومبوست معنا بمعيار معنا مقبول. معنا المرحلة اللي بعد نمشوا للغربير. الغربير هذا في تصنيف معنا تنحمل الشوائب، معنا كان في شي حجر في شي حاجة تخرج، ثم يقع بالحجم متاع الغربير أنواع متاع كومبوست، ثم الرقيق برشا استعمل زي في المشاتل، وثم المتوسط بالنسبة للأشجار المثمرة أو النخيل أخشن شوي يمشي للنخيل. تقنيا عملية إحضار العلف هي مكونة من فضلات تاع التمور بعد الجني تاع الخريف، توقع ترياج أو التصنيف تاع التمور والفضلات توقع جلبها من عند الفلاحة مع تخليطها بتركيبة فنية مع النخالة أو المستورة أو الشعير، خرجوا منها تركيبة حسب إما للتسمين أو للحليب أو الحاجة. هي التركيبة كانت الفلاح يجتهد أول مرة واحدة منها زي أمور تقليدية، يعمل ثلثين تاع تمر ثلث تاع شعير ولا ثلث تاع نخالة، كل واحد فلاح اجتهاداته. ونحن في المجمع هنا تتصنع عملنا شراكة مع معاهد بتاع البحوث مليانات ومع مناطق القاحلة والمراعي اللي عملوا لنا معنا كلهم تلاقوا مع فنيهم ومهندسيهم وعطونا تركيبة معنا مبدئية أولية، وبعد منا نكون حسنوا تركيبات أخرى معنا للتعشيش أو للحليب. أخيرا جينا للواحة متاع البرغوثية، باهي قولي سيد أحمد تويكا الآلات وعندكم والتكوين وتكونتوا، وقتاش ناويين تبداو تنتجوا؟ نجمو من غدوة نبداو ننتجوا بشرط وحيد اللي هو اللي احنا تو عندنا صعوبة اللي هي تدخيل يعني التيار الكهربائي للمشروع. فهمت. وعلاش في إشكالية؟ لأن التكلفة باهظة توصل حتى ل 34,000 دينار.
كما تعرفوا المجامع يعني ما عندهاش مورد اللي هي تنجم معناها هذايا مساج للسلطات اللي نجموا يعاونونا في هال اي دونك مشكل نتاع تكلفة مش مشكل نتاع اجراءات اداريه. لا اجراءات اداريه تامه وصار معاينه الموقع والموافقه على يعني كل شيء. بقى عندنا التكلفه فقط اللي احنا معناها في اشكال. يعطيك الصحه. مرحبا بكم في البدايه. عايشك. تجمش تعرفنا بالمجمع وخاصه تقول لنا كيفاش جاتكم الفكره باش تتلموا؟ اسسنا لوغروبمون اللي هو مجمع البلاد التنميه الفرحه البيولوجيه بالبلادات في سنه 2013. دخلنا ب 20 فلاح. الفكره هذه في الاول ما كانتش برشا فلاحين باش يجوا، ما جبتش الانتباه وانظار برشا فلاحين. تقبلوهاش معناتها بسهوله. تقبلوهاش. بمرور الوقت بداوا يؤمنوا بالحاجه هذه نظرا لان الاشكاليات بدات تتحلى شويه بشويه. من بعد لوغروبمون بدا يتدخل في الادويه، هي تراتمون الدواء نتاع الفلاحين ضد البفروه اللي هي تعرف العنكبوت في ولايه البلد. الناموسيه ندخلوا كجروبمون يتدخل باش يغلف يعطي الناموسيه للفلاح نتاعه. الفلاح زي الجروبمون يعطي تسبقه في الفلوس للفلاح باش اليد العامله نظرا لنا الصيف ثم عوده مدرسيه ثم فتره تاع غليظ ثم شهر رمضان في المده الاخيره عندها 6-7 سنين بدانا دخلنا في شهر رمضان بدانا نعطوا فيهم كافونس نعاونوا فيهم. هذه لقت استحسان اهالي البلدات بصفه خاصه. وقدمنا قدام في 2018 بدا عندنا 100 فلاح والحمد لله يا ربي. وفي 2022 وصلنا ل 130 فلاح، اي بما يقدر بطاقه اجماليه 2000 طن. المجمع الانتاج نتاعه كله بيولوجي. انتاجنا 100% بيولوجي. وعندنا برشا شهادات. على سبيل الذكر شهاده في البيو وشهاده في التجاره العادله. التجاره العادله اللي هي الكليون اللي نبيعوله في السلعه نتاعنا يرد لنا منحه للفلاح. كل عام تكون عندنا جلسه انتخابيه، جلسه عامه تنتخب فيها الاداره هو بالثلث فلاحين. المجمع هو يتكون من ثلاثة افراد، ثم رئيس امين مال وثم عضو. كل سنه يتخلى على الثلث وتكون بحضور جميع الفلاحين وتكون مصداقيه كامله 100% والشفافيه. ديمقراطيه وشفافيه معناتها. كيف بداوا فما قرارات لازمهم يتاخذوا ياخذهم المجلس الاداره ولا كيفاش تقع العمليه؟ القرارات هذه تاخذها بطبيعه الحال باش ناخذها للمجلس الاداره ونرجعوا لاستشاره الفلاحين. المجمع ينتج في كرموس، رمان، عنب، خضروات، ولكن الاكتفاء الذاتي للفلاح. مشكلة الماء هي في ولاية قبلي كاملة، وهذا نشكو منه عندنا مدة كبيرة. الطبقة المائية نتاعنا بدأت تستنزف. لهذا استقبلنا وفد من البنك العالمي، بنك مونديال. وجدنا ان باش يمولونا مشروع اللي هو قطره ان شاء الله بحول الله من هنا الامد القصير باش نتمتعوا بهذه وتمتع بها فلاحين مجمع كامل. شكرا وتحياتي لكل مشاهدينا والفلاحه نتاعنا في قبلي في توزر في كامل مناطق الجنوب التونسي. نحب نرحب بحذايا بسامي علوي اللي يعني وكاله نهوض بالاستثمارات الفلاحيه ومنسقه المركز النموذجي للتكييف وتحويل المنتوجات الفلاحيه. مساء الخير.
مرحبا. مرحبا، اهلا وسهلا. اشرف السدي، انت مكلف بالاتصال بتعاونيه تربيه الحلزون. مرحبا. عايشك. اهلا وسهلا. باش نحكيوا على التجربه هذه وشوفوا الصور من المنتج المربي نتاع الحلزون الى المركز والى التعاونيه، وين موجوده، كيف قاعده تخدم، وكيف مركز التحويل. تنشوفوا الصور بعد قليل. قبل كنتوا نتفرجوا في قبلي والتجارب هذه نتاع سون دي جي دي ا Groupement de développement agricole. مجمع تنمية فلاحية. فلاحية. اللي هما مش شركات تعاونية فلاحية. لا، مش دي SMS. فوالا. دونك مختلفة شوية الحكاية، أما في الآخر هما كيف كيف، معناها تقريبا نفس المبدأ. فلاحة باش يتلموا مع بعضهم. أنا بالنسبة اللي تفرجنا فيه تظهر لي التجربة نتاع المجمع نتاع البليدات، معناتها تجربة مثالية، معناتها كان يتبعوها برشا فلاحة يجموا، معناتها يجموا يلقاو حلول لمشاكلهم. اليوم المجمع الإدارة نتاعو تقع بعملية معناتها شفافة وديمقراطية، انتخابات كل ساعة، كل ساعة كل عام، والقرارات يتاخذوا في إطار دونك مجلس جلسة عامة تتعمل ياخذوا فيها القرارات الهامة. اليوم الفلاحة ولاو يجموا يتصلوا مع السلطات الجهوية بسهولة، لوغ قبل يمشي فلاح واحد ما يسمعوهش. وفما حاجة مهمة في التجربة هذيا، سيكو فما الفلاحة التعاقدية. وفات المجمع هذية عنده صلة تعاقدية مع شركة، شركة هذية توفر له اللازم الكل باش ينتج التمور متاعو. كيف نقول اللازم الكل، نحكي إحاطة فنية، الأسمدة، اللازم الكل، لي موسكوتير، لا موسكوتير، لي شعيتو لهم موسكوتير، لي موستيكير، اللي لازمهم الكل. باهي، ومن بعديكا تاخذ عليهم المنتوج وتبيعه، هي تتلهي بالتسويق نتاعو، دونك الفلاح ربح. زيد على هذا التجربه هذيا مكنتهم باش يعملوا الزراعه كلي على ليزيتاج، معناتها اليوم الفلاحه اللي تابعين المجمع هذوما عندهم الاكتفاء الذاتي من خضر من غلال وبيولوجي. زاد ابو بكر واكثر من هذا، اليوم قاعدين باش يطوروا المجالات نتاعهم، معناتها اليوم باش يمشيو بقدره ربي فيغ الزراعه نتاع القوارص. حتى اللي برشا عباد ما يعرفوش اللي في القبلي المناخ والتربه تتلائم مع الزراعه نتاع القوارص. دونك هذا الكل معناتها حاجه باهيه. موجود في حزوه لو مثلا في توزر. اكزاكتومون. موجود الزراعه نتاع القوارص. وبالنسبه للشركه اللي هي دونك اللي هي عامله معاها، هي زاده رابحه خاطر كل عام عندها 2000 طن نتاع التمور نتاعها فيها المعايير اللي حاشتها بهم باش تنجم تسوق، معناتها اللي هي حاجه باهيه. وكنا نراو زاده كيفاش التثمين نتاع الزايد، معناها اللي ما يصلحش يمشي علفه يمشي كذا. جوستومون هذايا بالنسبه للتجربه نتاع البرغوثيه، اليوم جماعه البرغوثيه عملوا تكوين، عندهم الماتيريال اللازم باش يصنعوا بالمخلفات الكل نتاع الواحات سمات عضوي، وكيف كيف باش يزرعوا بالدقله اللي نجموش ناكلوها، مش خاطر فاسده، ما خاطر كاليتي معناتها الجوده نتاعها مش عاليه، يصنعوا بها العلفه. نحبوا نحييهم جوست راهو على 34 مليون ما لقاوهمش. اذا كان ما جبتوش تربطوا رواحكم بستيك، فما الانرجي سولير، الطاقه الشمسيه زاده اللي تنجم تعاونكم، تنجم تخليكم تبداوا المشروع نتاعكم. بالنسبه للجي دي ا اللي باش يحبوا يعملوا معناها التثمين نتاع البرغوثيه. فوالا، نحييكم الكل وبالتوفيق وبالنجاح. تربيه الحلزون، اللي هو الحلزون نتاعنا. انا جوست قبل ما نحكي على الحلزون نحب نحكي على البرنامج هذايا نتاع لاكسيليراتور دي زي سي ماسا. انا كي ريتو فرحت برشا اللي موجود في وسط لابيا. دونك اكسيليراتور اش معناها؟ معناها يسرع في الاقناع نتاع الفلاحه انهم يتجمعوا في تعاونيات. اليوم في الوضع نتاعنا، اجي نحكي لك على حاجه اللي هي العلفه مثلا. اللي عندهم اليوم فلاحه، برشا فلاحه عندهم مشاكل في العلفه، والعلفه غاليه وكذا، والسمساره والاحتكار يا اخي، بين المربي وبين الشركة اللي انت تجب تكون موجود فيها، انت عضو فيها ومقرر فيها، تزرعوا العلفة وهي تعمل التحويل متاع العلفة وتعطيكم العلفة الملائمة، وتحطوا معاكم دي زاجرونوم مختصين، مهندسين مختصين يعملوا لكم التأثير، انتم تخلصوا فيهم من الشركة التعاونية هذيك. دونك الحبال الزوز في ديكم، وكي تربح الشركة تاخذوا منها أرباح. دونك هذا الكل، هذا المبدأ معناها. خذيت حكيت العلفة مثلا، هذا واحد من الأمثلة اللي اليوم الحق أنا بيدي مانيش فاهم.
لسماسا، شنو هما الفوائد، شنو هما ليزافونتاج، وحتى حد ما جابش يقنعني من الدولة التونسية. ديما نحكي على الدولة التونسية، أقنعونا كيفاش تقنعونا؟ قاعدين تخدموا على هذا؟ والله أنا قبل كي كلمتني سي بو بكر قلت لي ليزاسماسا إتسيتيرا، قلت لك سي لا سبيسياليتي نتاع دي جي فيوب، يعني سي لا ميسيون دو لا دي جي فيوب. أنا في دي جي فيوب هي إدارة مركزية تابعة للفلاحة بيان سور. الميسيون اللي تعطات لي أنا، المهمة اللي تعطات لي هي أني جو بوست فوالا لابيا وكالة نهوض الاستثمارات الفلاحية. إكزاكتومون، إي سا سيتي سبيسيالمون بور الحلزون، خاطر الحلزون هو لا سوسيتي ميتويل دي زيليسيكولتور، كانت موجوده ديجا سو لا توتيل دو لابيا بحكم انه المعمل هذاك تعطى لابيا. دونك اكسيبسيونيلمون اون سي تروفي دون سيت هيستوار دو بوستي اكسيليري اون اس ام اس ا ديجا كريي، معناها هي موجوده واحنا عملوا هما كونكور ديجا ابيل ا كانديداتور صارت باش هما اختاروهم باش يكونوا هما في المعمل هكا ومش اون اوتر سوسيتي، والابيل ا كانديداتور تعمل مع القطريين وكل شيء. القطريين هو لو فون اللي يمول هذا المركز النموذجي لتكييف وتحويل المنتوجات الفلاحيه اللي تتعداو في جبل الوسط، تراوها هكا في الرون بوان، وانا بيدي عندي برشا رفيه اللي مشيت زرته وعرفته واش قاعد يعمل. فوالا دونك فوالا، يعني ما كانتش بيغ ازار، يعني فما معناها مجموعه متكونه اللي هما ايزون ريفليتي اون بيل ايماج اللي اقنعت الفينانسور هذا انه يعاونهم باش يعملوا البروجي نتاعهم. بالعربي تعمل زي اي صايبه اللي حاول نترجم شويه وانت تتكلم شويه بالعربي. فوالا دونك اللي صار اللي انا كي عطاوني الملف هذايا لقيت اللي عندنا ناس يحبوا يخدموا، عندهم امكانيات باش يخدموا، يعني الدوله وفرت لهم حاجه باهيه برشا بالتعاون بيان سور مع القطريين، لكن اللي فهمته كي خديت الدوسي اللي هما ما لقاوش كيفاش يخدموا، ما عرفوش كيفاش يخدموا، يحبوا يخدموا ما عرفوش كيفاش. دونك اي جيتي معناها انا بيدي كيما انت اكتشفت انت زاد افكتيمون، خاطر انا سبيسياليتي نتاعي هي لونكادرمون، معناها انا نخدم كنت لو كورديناتور دي دو ريزو ناسيونال دي بيبينيير دونتربريز اغريكول. دونك مهمتي المنسقه الوطنيه نتاع مشكله فيا. دونك انا كنت نعنى بفلاح جو لو بوست باش يعمل ان بروجي، فهمت؟ Et là, je me suis trouvée dans cette expérience. L'accélérateur. Exactement. Et j'ai compris qu'il fallait faire un, qu'il faut créer un accélérateur. كيما انت الرياكسيون تاعك هي اللي انا عارف. الحاجه موجوده، انا لازمنا ندزو اكسيليري اكسيليري سي لو مايون كي مونكي ندزو باش الفلاح يمشيو في تعاونيات. دونك انا كيف انت بالضبط، معناها جي يو لا ميم رياكسيون، جو مي سوي دي سي جون يلزمهم حد باش يدزهم. يدزهم، مي يدزهم كيفاش؟ هو كل شيء موجود، فما ستاتيو هذاك القانون الاساسي للشركات التعاونيه موجود ومحليه ويلي تري تري بيان في. Donc il fallait tout simplement revoir ce statut. معناها تبع افهم فهم وصل معلومه et il y a un petit grain de il faut qu'on travaille ensemble, on va gagner ensemble. Il fallait ce truc là يعني. الفلاح يخدموا مع بعضهم. يلزمهم يحسوا بالروح هذيك. انا قبل كنت نخدم على روح المبادره الفلاح واحد، توا وليت نخدم على روح التعاون التعاضديه. فهمت؟ دونك ديفلوبي سيت اسبري دو كوبيراتيف. باهي سي اشرف، انت لاهي بالاتصال، خليني السؤال الاول، قداش عندكم من منخرط اليوم في شركة تعاونية لتربية الحلزون هذه؟ منخرطين عندنا 55 منخرط. 55؟ 55 منخرط معنا في شركة كلهم التعاونية. منتجين؟ لا، بور لو مومون عندنا 12 مربي منتج يعمل في الإنتاج. ال 55 هذوما كمال ال 12 نلقاو السيزون الجاي إن شاء الله 55 مربي سور تيرا. إن شاء الله. إن شاء الله. عندكم صعوبة في إقناع الفلاحة باش ينخرطوا ولا باش ينتجوا؟ باش يدخلوا في الشركة التعاونية معناها. باهي، البوان هذا مهم ياسر، علاش؟ خاطر كان نرجعوا بالوقت التالي، الاسكارغو موجود في تونس من نجم نقولوا من التسعينات. في 2000 الحلزون، الببوش. الببوش موجود في تونس من التسعينات. مي فما معناتها الناس فهمت ولات تعمل في الالفاج في 2006 2007 2008 في اخر الالفينات، وقت اللي بداو كل واحد وحده. دونك ما نغطيوش عين الشمس بالغربال، فما استوريك
خايب شويه على الاسكارغو في تونس. قبل يقول لك الاسكارغو ما فيش فلوس، علاش؟ على خاطر نعملوا برودكسيون ما نلقاوش كيفاش نبيعوا اكسيتيرا. هاني جاي للموضوع هذا، هاني جاي. اي دونك المشكل، دونك اليوم انت المهمه نتاعكم انكم قاعدين تحاولوا تقنعوا المنتجين باش يجيو ينخرطوا في الاس ام اس وينخرطوا في الانتاج. هذا الـ هذا الـ هذه الخدمه تخدموا فيها ولا الخدمه اللي نخدموا فيها هذه تبقى؟ علاش توا حبيت نقول لك انه توا المربي الفلاح اللي يحب يدخل في القطاع نتاع الحلزون في الاخر معناتها عنده ثنيه واحده اللي هي الانخراط في الشركه التعاونيه لمربي الحلزون. علاش؟ على خاطر قبل يعرف انه اللي باش يخدم وحده في الحلزون ما ينجمش. طيب باهي باش نفهموا الموضوع هذا يا الف. لازم نمشي نشوف. نمشي. انا اكتشفت لي ما يطلبش حاجه كبيره. تربيه الحلزون سهله؟ انا ما يطلبش حاجه كبيره. تحميه من برا. تعمل دونك تعمل سياج باش ما يدخلش الزواحف وكذا وحشاك الفيران و وتغطيه بشبكه باش العصافر ما تدخلش تاكل، خاطر العصافر اكتشفت لي تاكل الحلزون. وتعمل له هكا لداخل زاد هو تحصره باش ما يخرجش من البلاصه اللي حاجتك باش يسرح فيها. تزرع له الحشيش. شنو حاجته بحشيش اون بارتيكولير ولا؟ الحشيش. تزرع الحشيش باش ياكله. هكا هو توفر له ليميديتي. اي رطوبه كيفاش؟ الرطوبه بالماء. معناتها تزرع ترش وكذا. ترش الماء هكا هو. دونك عندك اوقات ترش فيها بالماء تستحفظ عليه تخلي له ما ياكل وكا هو. بون لي سيكل كيفاش وكذا خلينا نشوفوا التجربه. مشينا للفحص ومن بعد نشوفوا المركز نتاع التحويل اللي موجود في جبل الوسط. عملت امتي ريشيرش على تربيه الحلزون. من الاول لقيت كان تسميته الذهب الابيض، التسميه تخشينا برشا. حبيت نتبع وليت دوي بالمشروع هذايا. تعديت عملت فورماسيون اونتر تون. تعرفنا على لا سوسيتي ميتويل اللي هي زادت شجعتني باش عندي وين نعطي المنتوج نتاعي، خاطر سابقا التجارب اللي كانت في تونس ما كانتش ناجحه. وبلوس لي ديريفي نتاعو هما كونك انت تنتج في برودوي تنجم تسوقه سواء كان حي والا حتى بعد لا قدر الله ما يموت. البابوش كيف ما تعرفوا نجموا نوظفوه في برشا حاجات، في استعمال البابوشه وهي حيه في استخراج اللعاء. نتعداو المرحلة التحويل، تنجم تستعمل اللحمة اللي هي الشير، اللحمة تستعملها وحدها للاستهلاك في السوق الأوروبية ولا حتى في السوق التونسية. وعنا القوقعة ديرنييرمون ولينا نستعملوها في المواد التجميلية، نجمو نستعملوها ككومبليمون بحكم كوني القوقعة غنية بالكالسيوم توصل حتى لأكثر من 90% كالسيوم. هذا المشروع 1000 متر مربع. قداش فيه من بابوشة توا؟ 200,000 بابوشة. ال 200,000 هذوما يبداو حاضرين نورمالمون فان ماي ديبي جوان. هو غروسو مودو ماكش باش تلقاهم الكل حاضرين، مي غروسو مودو تلقى 90% 80% من لي نيسان اللي حطيتهم باش تلقاهم حاضرين. كيفاش نعرفوهم هما اللي حضروا؟ عندنا الكوكي تعمل كيما الكاسكيت، وقتها نعرفوا اللي البابوشه سي وصلت للحجم الكبير نتاعها. البابوش ما عكس الحيوانات الكل، تنجم تقول البابوش يخرج يعيش بالليل. اغلب الوقت في الليل احنا عندنا الدنيا منديه، اول ما يديتكتي ندى والا يديتكتي اللي خاطر هو ما يراش جينيرالمون. مثلا الحشيش يراها حاجه خضراء، الفيلي يراها حاجه بيضاء، دوب ما يديتكتي اللي الضوء نقص عليه البرة يخرج باش يعيش نص الليل ماضي ساعه يعاود يرجع يتخبى، خاطره ما يتحملش السخانه ما يتحملش الشمس. هكاك البابوش يعيش. عملنا وليت منخرط في شركة تعاونية، لقيت جروب تخدم على شكل بروفيسيونيل. حبيت نكون كيكا حتى بار ما يكون عندي معرفة بلا سوسيتي ميتويل، عندي بونسي اللي في اليونيون نكونوا خير نكونوا أقوى. الشركة التعاونية توفر لي الفريقو، خاطر مدة الصيف ماكش معناها البابوش لازمه
حاجة تحميه من سخانتنا، لازم حاجة تحمي لك أكبر كونتيتي باش تلقى باش تخدم بها العام الجاي. فما الماتريال متاع الترانسفورماسيون اللي هو يزيد يثمن المنتوج هذايا، فما السيرفيس تكنيك اللي تبع فينا كل مدة تشري عليك السلعة اللي عندك الكل. الشركة التعاونية هي حقيقة شركة نون لوكراتيف، يعني غاية غير ربحية. هي تلم مجموعة من الفلاحين يتفقوا معناتها يجتمعوا في نشاط معين، الهدف نتاعها انها تسهل بيع دونك المنتوج وحتى معناتها الشراء دونك التجهيزات. واحنا محظوظين انه عندنا المركز هذا، خاطر بالطريقه هذه نجم نثمنوا دونك المنتوج نتاعنا، نعطيوه دونك اون فالور جوتي اللي تخلينا نبيعه باسعار دونك مهمه جدا. بالنسبه للفلاح هو رابح من شيرتي، دونك هو ضامن انه يبيع المنتوج نتاعو من ناحيه، من الناحيه الثانيه غدوه الشركه كي تحقق ارباح باش هو باش يتمتع بالارباح هذيك. بطبيعه احنا فما حاجه اسمها ديفيدون نخرجوا منه دونك ميزانيه كيما نقولوا ماركتينغ، اسواق جديده، نجموا نعملوا ستاسيون بيلوت دونك باش نستثمروا المبالغ هذيا، وفما بارتي ياخوها المنخرط حسب الاسهم اللي دافعها من الاول. الشركة التعاونية تتكون من مخرطين، من المخرطين هذوما احنا مثلا كشركة اخترنا انه يكونوا 6 اعضاء مجلس ادارة، دونك تصير انتخاب 6 اعضاء، من 6 اعضاء هذوما دونك ينتخبوا رئيس، دونك انا وليت رئيس مجلس ادارة في نطاق دونك انتخابات اللي هي تصير كل عامين بالنسبة للشركة التعاونية. اليوم عندها 14 مخرط رسمي وعندنا 24 مطلب انخراط باش يقع النظر فيهم في جلسة نتاع مارس. التمويلة هي من لي زاكسيون تاع المنخرطين، دونك احنا حلينا باب شراء دونك الاسهم في الشركة التعاونية. انت كي باش تدخل باش تلقى روحك لازمك تدخل باش تشري اسهم 25 سهم، وتنجم تزيد دونك تشري اسهم اخرين ابار هذاك. دونك احنا نسعاو تويكا باش نتحصلوا على قروض بنكية. في اللحظة هذه دونك احنا اور سيزون، تبدا دونك الاستقبال دونك المنتوج حلزون ابارتير دونك ابارتير من اول ماي. الموسم هذا نتوقع ان نقبلوا في ال 40 50 طرنات. فما بارتي باش تصير سيليكسيون تمشي امهات للموسم القادم، وفما بارتي اخرى تصير لها تحويل. بعد التحويل نتاع الحلزون يتباع في السوق الداخليه ولا في الاكسبورتاسيون. الفلاح اللي يجيبوا لنا السلعه نتاعهم، البرنامج نتاعنا انه نخلصوهم 50% في السلعه نتاعهم و 50% بعد ما نبيعوا احنا. احنا بالعكس اليوم ماناش واصلين للطاقه القصوى نتاع المعمل، دونك احنا بطبيعتنا طالبين اكثر مشاريع. احنا نتوقعوا لازمنا 150 مربي اقل شيء. أنا قلت له موضوع سهل تربية الحلزون. أنا اللي ريته أول مرة راه سون بتاع حلزون يظهر لي سهل. ليه؟ ليه؟ شو صعيب؟ دونك أنا جوستومون من بين الأخطاء اللي كانت موجودة في تربية الحلزون اللي برشا استسهلوه، فهمت؟ قالوا هاي سي ان شان كي من نفس الرياكسيون، معناها ابو بكر الغفلات ليتا ريال نتاع تونس. مانيش مربي حلزون ما تاخذوش عليا، اوكي تفضل. جوستومون هما ماهوش مربين حلزون اللي قالوا الكلام هذا. دونك وحتى شركه تعاونيه ان سيغتان مومون حبت تدخل برشا عباد دي زاديرون ولا سامبليفي لي شوز برشا لين دخلنا في
استسهال اكزاكتومون فوالا تقنيه ولينا نقولوا كاريمون بروجي دو بريكولاج معناتها واحد يمشي في مخه عنده 5 ولا 6 ملايين باش يعمل بروجي دو بريكولاج الفابريكولي كذا كذا ويحط ويعمل الاسكارغو باش يكون له رونتابل الوغ كو الاسكارغو من اكثر les espèces sensibles, hyper sensibles, que ce soit les prédateurs, les ravageurs, ou les maladies, les nématodes ou les parasites. Donc, إذا باش نخدم بالعربي تموزي بالعربي احكيوا لي بالعربي بالعربي ما نعرفوش بالعربي باش يطلع النيماتود الزواحف ديما نحكيوا على الزواحف اللي تاكلوا معناها دونك هو سنسيبل برشا اذا باش نعمل حساس برشا حساس برشا اذا باش نعمل حاجه دو بريكولاج معناتها بريكولاج اي بريكولاج اوكي ما نستناش ما لازمنيش نستنى ريزلتا باهي الوغ كو ليدي اللي كانت انه نعمل حاجه بريكولاج كيما جاء انفستيسمون صغير لو مينيموم دانفستيسمون دانفستيسمون نستنى ريزلتا باهي كي نقول نستنى باش نعمل 2 3 تون اللي هما 30 و 40 مليون بانفستيسمون تاع 5 ولا 6 ملايين اللي هي معناتها باللوجيك ما تتقبلش وهذه اللي مشاو فيها برشا معناتها سيتك تحكي على التكلفه حبي تقول اللي يكلف مش ما يكلفش اما اون تيرم دو صعوبه كما قال ابو بكر حاجه صعيبه الصعوبه الصعوبه تكمن في المتابعه معناها انك تتابع انك مت الشروط اللي موجوده في كراس شروط دايوغ فما كراس شروط لتربيه الحلزون يلزمك تستجيب للشروط هذوكم وتو ريسبكت معناها تحترمهم سينو تود مورتاليتي عم بوف معناها مثلا عن شرط من الشروط اكثر شرط اللي انا معناها في طريقه التعامل مع الفلاحه كي تخديت معناها الميسيون هذه انه ما فما حتى حد يعمل بروجي من غير التول جالفانيزي اللي ريت انت البرا هذيك هذيك راهي سيتي اون اكزيجونس وفما برشا يعملوا بلاش يبيع ومن غير ما تعمل فيه عليهم الزواحف وكذا باش ما ياكلوش باش ما ياكلوش البابوش اللي موجود في وسط اللي كما ريناه في وسط الحماية البابوشة ديجا هذيك من اهم دايوغ احنا عملنا في التمشي هذا الجديد نتاعنا لي تكنيسيان دو سويفي يخرجوا قبل ما يعطيو الامهات للفلاح يعني يلزم يثبت اسكو قاعد يغسبكت الكاي تشارج ولا اسكو هذوما الشروط اللي تحمي سورتو الببوشه يكونوا موجودين متوفرين. باهي سي اشرف وخلني هوني اللي بيه الفائده. دونك كنا نحكيو على المشاكل نتاع مربي الحلزون الفا اللي هما برشا دخلوا تكونوا وفلسوا. اليوم البروجي المشروع هذا جاء باش الناس هذوكم اللي تكونوا وعندهم التجربه يعاودوا من جديد وما يكونش المآل نتاعهم هو الفشل. صعوبات اللي كانت قبل والمشاكل اللي كانت هي عدم القدره على انك تصدر المنتوج نتاعك، اليوم هذا اللي تحبوا توفروه بديتوا تصدروا ولا ما زلتوا؟ باهي التصدير عندنا دوموند كبيره، مي مازال سي ان شوا ما اخترناش نتعداو الاكسبورتاسيون. بالنسبه كي نقولوا مشاكل، نحب نقول حاجتين في المشاكل، راهو عندنا مشكله الاولى في البرودكسيون. والمشكله الثانيه في الكوميرسياليزاسيون مشكله التسويق مشكله انتاج ومشكله تسويق بالنسبه للانتاج ما عندناش الكميه الكافيه هذا في الانتاج باش نجموا نصدروه بالضبط وهذا كي نحكي على هذه مشكله في الانتاج لازمني نوفر له انا الشروط الكل هنا نحكيو على كراس الشروط اللي هي باش تخليني نحمي البرودكسيون نتاعي هذا من جهه وفرت كل شيء ومن جهه اخرى اني نتابع انا البروجي نتاعي علاش خاطر الاسكارغو راهو يبدا في سبتمبر يوفى في جوان جويليا دونك سيكل طويل شويه والفلاح نحب ولا نكره طويل السيكل عليه كان جاء فما مدخول في الوسط ينجم يرجع له السفل دونك الوقت هذاك كله يا اما من الاول باش يعرف روحه علاش قادم ويعطيه حقه للبروجي ويكمل للاخر ما يواليش يبلفط خاطر النتيجه واضحه اون فوا بلفط الخدمه نتاعو. باهي الفاي شي اسئلتك؟ انا ساعه نحب نعاقب على الكلام معناتها انتم تعملوا في نداء باش مربين الحلزون يجيو ينضموا لس ام اس اللي معاكم نتاعكم اما ما لازمهمش يسوزيستيم شركه تعاونيه شركه تعاونيه الفلاحيه اما ما لازمهمش يسوزيستيم الخدمه اللي فما وتكاليف وكل شيء في نفس الوقت باش تشجعوهم شنو تقولوا لهم؟ قولوا لهم اللي اليوم السوق موجود بيان سور اي اليوم السوق موجود اي السوق موجود دايوغ حتى لا بيا توا معناها لا ديكلونشي وكاله نهوض بالاستثمارات الفلاحيه اي وكاله نهوض بالاستثمارات الفلاحيه بدات في دراسه السوق معناها كلفت مكتب بدراسه السوق
بيان كو معناها معناها سي كلير السوق موجود الطلين طالبين لي فرونسي زيد محلول السوق الفرنسيه حتى السوق اليو اس اي معناها الامريكيه اما الامريكيه سي ايتاب اخرى على خاطر فيها دي بروسيدور اخرين مع الدي جي اس في معناها نصحونا قالوا لنا استناو شويه علينا في السوق الأمريكية ما عندناش إشكال في السوق حتى تونس وقت اللي بداوا الجروب الأولاني هذوكما كانوا ما فماش خاتيك مع السوق في تونس نتاع بابوش الناس كل تحب على البابوش الملقط فهمت عندهم الكونسيبت نتاع هذاك الملقط خير وطبيعي وطبيعي وتتيرا ويلزم يلزم الكوكي هذيك خاطر توا احنا اون سيبار لا شير فهمت وما يحبوا الكوكي يحطوها في الماء ويعملوا لها درشنو باش يطيبوها اتسيتيرا دونك هاك العادات نتاعهم متشبثين فيها ما حاشتوش بالمربي توا لي توا تغيرت توا العادات تغيرت فما الكولتور هذه الثقافه نتاع ماكله البابوش كيما الشير كي انك تاكل اللحم اللحمه نتاع الشفغيت فهمت نحيلوا الكوكي القوقعه نتاعو وياكلوا اللحمه نتاعو كنا نحكيو على بس ما لقيتو في التقرير كيفاش معناها في اربع منتوجات وفيت هو ينجم يتم التثمين نتاعو الاربع منتوجات وتسويقها وراه مطلوب برشا في الـ في الـ في العالم به قداش لازمكم كميه باش نجموا تصدروا وهذا السؤال الموالي معنا انا كفلاح معاكم منخرط باش نجيب باش ندفع الكوتيزاسيون نتاعي باش ندفع مبلغ مالي باش ندخل نولي منخرط في الاس ام اس ونولي نربي ولازم يكون عندي التكوين باش نولي نربي الحلزون وانتم تاثروني اي قداش لازمكم من تورناتا باش تصدروا باش نحكيو شويه على التوناج من بعد نرجعوا علاش كيفاش الانخراط وعلاش باش ينخرط بالنسبه للتوناج رانا قبل وقت اللي حبينا نخرجوا وحدنا راهو باش تلقى باش تنجم تخرج نحكيو على 10 طران وانت طالع الميم الكليون ما يغزرلكش تجيب له انت تورناتا وزوز ما يغزرلكش وطحنا جوست ملاحظه صغيره على الرمساج معناتها الملقط الكوم تاعو معناتها السوم تاعو ارخص برشا من الفاج نحكيو على 2000 و3000 الكيلو دونك بالنسبه للمربي 10000 دينار 10000 دينار تورناتا معناها 10 دينارات معناتها الكيلو ب 10000 دونك وقت اللي الفلاح ينتج ويهز باش يخرج لبرا باش يدخله في السيركوي اللي يخرج فيه الاسكارجو الملقط الملقط اوتوماتيكمون الكليون نتاعو باش يعطيه سوم معناتها كيما السوم الاخر 2000 و3000 دونك يلقى روح الفلاح مشوي تعب وعمل برودكسيون بعد يجي باش يبيعها ب 2000 و3000 الكيلو دونك يخليها يرضى انه يخليها ولا يشوف لها سوليسيون وحده دونك هذا من جهه بالنسبه للملقط ولا الفاج معناتها حتى في الكاليتي نوتريسيونيل ماهوش كيف كيف دونك حتى البرة معناتها في الاسكارجو بالذات تفرق ما بين الملقط والمربي في الفاج الاخرين الكل نقولوا الارنب الجاريه خير نقولوا الدجاج العربي خير مش كيما الوغ كو في الاسكارجو رانا نحبوا الفاج خير من الملقط فات هي هو اسكارجو نتاعنا معناها نتاعنا هو بيد والموجود في الطبيعه نتاعنا اما محمي من انه ياكل حاجات اللي هي تنجم تخلي له في البدن نتاعو ديميتو ولا حتى ذكم بلا بالضبط هذا الفرق معناتها ما بين شنو النقطه الثانيه باهي خليني قداش لازمكم توناج باش تصدروا من العشرة واحنا طالعين ما نجموش نحكيو على اكسبورتاسيون من اقل من 10 طن. باهي هذه شركة تعاونية تكونت قاش عندها ملي تكونت؟ هي تأسست في 2011 الشركة التعاونية دونك وقت تأسست هي علاش تأسست الشركة التعاونية ديما نرجعوا انك تخدم وحدك ولا تخدم مع مجموعة دونك كانوا يخدموا الفلاحة كانوا يخدموا وحدهم وسيرتو زاد كيما كنت تحكي قبيله شويه على لي جي دي ال برا ولا معناتها داخله في الايكونومي سوسيال سوليدير تو اون فاك معناتها البرا مش في الايكونومي فما برشا طرق نحكيو على التعاونيات التعاونيه بالضبط كيفاش يعملوا في 85 مليار اورو 85 مليار اورو في فرنسا برك 85 مليار اورو تفضل تفضلوا 85 حبيت نثبت على حاجه حبي عقدنا اي باش نفهموا احنا الدوله سمحني الدوله اليوم لازمها تقرر تقول هاي سنين نحب نمشي فيها وين نحب نهز الفلاحه خذوا قرار باش تفهموا الناس تفهموا الفلاحه راهو هاو ربحكم وين راهو السيد هذا اللي يبيع في الاسكارجو اللي ينتج في الاسكارجو هو عضو في الشركه ياخذ فلوسه كي يبيع للشركه ياخذ فلوس وهذا المبدا
مراحل جيت مازلتم في المراحل انتم الاولى ياخذ فلوسه في نفس الوقت كي شركه تربح من التثمين ياخذ المربيح نتاعو على خاطر هو عضو في في الشركه هذيك ما عندهاش العادله توا وليت هذيك زاد دخلنا في المسؤوليه هذيك الاجتماعيه والمجتمعيه وكذا دونك اسمع كله فوائد كله ايجابيات كي تتلموا مع بعضكم راهو حتى اليوم لاكسي او فينانسمون لاكسي او كريدي انك باش تاخذ قرض من عند فورنيسور نتاعك انه كذا راهو يتعامل مع شركه اسهل برشا من انه يتعامل معك كشخص وحدك كله هو المشكل ابو بكر سيك اليوم الفلاحه هذه شوكي ولا مفجوعين من التجربه نتاع الستينيات راهم نتاع التعاضديات اليوم جوستومون لازم نفسروا للعباد اللي راهو ما عندها حتى علاقه سيتي بوليتيك انا كل مره سامحني نحكي مع فلاح عنده هي فور هي مش شركه تعاونيه ما بستاتيو اخر فات معناتها كيف تشوف الاطار القانوني كيما نفس الاطار كل الشركات التعاونيه اما هو سماها شركه علاش قالك خاطر في الجهه نتاعنا فما رفض تام للتعاونيات خاطر مازالوا متخوفين وعندهم كشوك نتاع ما عندها حتى علاقه بالتعاضديه لازمنا دونك لازمنا نفسروا للعباد اللي ما عندها حتى لازم علاقه لازم الدوله تفسر للعباد راه ما عندها حتى علاقه بالتعاضديات هي كل واحد شد ملكه على روحه يدخل فقط يبيع الانتاج نتاعو ويدفع مساهمه باش يكون عضو في الشركه لا باش يفك لك حد نتاعك لك باش تعطي لك باش تكري لا باش يجيو يستغلوا في بلاصتك ما تقعد تستغل كان انت نهار تظهر لك باش تخرج تخرج على روحك وانت قاعد حتى شيء ما يلزمك باش تقعد موجود مدى الحياه انت حر انا نحب نقول حاجه انا مش خاطرني دوله ندافع على الدوله فرانشمون لا لا ندافع على الدوله ندافع على الدوله لا انا جوست حاجه انا الحق جو كوني لوكيب نتاع دي جي فيوب تبارك الله عليهم معناها كلهم هكا الاداره العامه اي جايبين ما عندهم بالحق احنا انا جوست قلت لهم فهموني اي سون لا اجوا عملوا لنا دي فورماسيون اي سون لا الحق معناها باش مرحبا بهم اجا نحكيو اجا احكيونا على تعاونيات ونعملوا برنامج ليد اقناع الفلاحه لتحسيس الفلاحه للتفسير للفلاحه للاهميه نتاع شركات التعاونيه وشنو ينجموا يعملوا اليوم نحكيو مع جيل جديد نتاع فلاحه زاده ينجموا يعملوا قاعدين يجتهدوا وينجموا يقدموا اكزاكتومون دونك البوبولاسيون تبدلت سيبل فهمت راهو ما تصورش اللي ساهل باش تقنع حتى لي ديبلومي سوبيريور حتى اللي انا توا براتيكمون الجروب كلهم دي ديبلومي براتيكمون سوبيريور ماهوش ساهل باش تقنعهم اللي كيفاش نخدموا مع بعضنا باش نربحوا مع بعضنا ميم افيك لي زافونتاج نتاع الدوله اللي يطلعوا ل 60% لي بريم دانفستيسمون جوست حاجه على المركز المركز لابيا صحت اتفاقيه تعاون مع مكتب منظمه الامم المتحده لخدمات المشاريع اليونبس في جوان 2021 اي باش يطوروا المركز هذايا شو التطوير هذايا معناتها علاش بعد ثلاثة سنين نحكيوا على اعاده لا مش اعاده هو المركز النموذجي فيه 10 هكتارات واليونيتي نتاع الاولانيه هذيك تبدات هي اليونيتي الاولى دونك احنا توا كي تلهينا بها وحبينا معناها اون بوست سي زيلفور ولقيناهم اللي هما بداوا يمشيوا على الثنيه الصحيحه دونك يلزمهم يمشيوا يتطوروا اكثر دونك ماذا بينا يوليوا شين دو فالور ماهيش اونيتي واحده هذه حاجه بها نجموا نحكيوها للعباد اللي يربيوا في الحلزون باش نقنعوهم مش كان الحلزون اي الحلزون كله مش كان الحلزون احنا اون ديفلوبي هذاك برودكسيون انيمال باش يقعد انتاج الحيواني وبعدين انتاج ديما النجده انتاج نباتي والتربيه الاحياء المائيه وباش نعملوا زادا اونيتي اخرى ان شاء الله نتاع مش احنا معنا احنا ولي بايور دو فون باش نعملوا اونيتي اخرى نتاع التقنيات الحديثه في الفلاحه احنا نحبوا نربطوا هذه احسن حاجه انا نتصور كان اون اريف على رياليزي احسن حاجه انك تربط ما بين الفلاح اللي هي على الارض سور تيران ولنا اون ابليكاسيون معناها والا اون تكنولوجي باش نحاولوا نعملوا سمارت اون انوفاسيون سمارت معناها في الفلاحه اللي نربطوا نخليه هو يعمل اكسبيريونس فوالا يعمل ليكسبيريونس ديريكتومون مع الفلاح منه لي حتى النقطة هذه مش موجودة راهي اي خليك يختم اسف بون كي باش نختم باش نعاود نرجع ريكول صغير علاش لازمنا نتلموا على خاطر احنا بارك الله فيك واصل لازمنا نتلموا على خاطر فما بروفير معناتها راني وحدي صحيح ممكن نمشي اسرع اما راه كي نبداو مع بعضنا نمشيو ابعد نجمو نبعدوا اكثر
اقوى وابعد، نخلطوا لوبجيكتيف يكون ابعد. ودونك اوتوماتيكمون راهو اي فلاح توا ولا الفيور ديسكارغو من مصلحته انه ينخرط في الشركه التعاونيه. الانخراط سهل، هو انه يشتري الحد الادنى من الاسهم، وعلى حد على حسب العدد نتاع الاسهم باش يجيه البينيفيس من بعد نتاع الربح نتاع ترانسفورماسيون بطبيعه الحال، وشو باش يلقى روحه متوفر له الفورماسيون تكنيك، السويفي تكنيك، نتبعوه المتابعه مع التكوين والمتابعه، التكوين والمتابعة والتمويل بالأمهات بالضبط والفلالس ببوشة الصغار هذوكم صغار الحلزون الترونسبور عنده لي فريغو في اليونيتي زاد ما عادش خاطر البارتي نتاع السيشاج فيها برشا مورتاليتي دونك توا لهنا ما عادش فما بيرت دونك برشا إيجابيات والكونترا بالضبط توا فما تراسابيليتي صارت في المعمل اللي هي حاجة اللي ناقصة باش يصدروا تصدير مش هكاك راه مش سهل وفما لاغريمون سانيتير اللي هما يلزمهم يتنظموا باش ياخذوه باهي هذايا الكل نحكوا عليه حلقه اولى اي حلقه اولى حلينا على روحنا باب كبير اي لازم يتحل لازم الدوله تحله والوزاره الفلاحه تحله ورئيس الجمهوريه يحله هذا موضوع كبير برشا ومهم برشا للفلاحه وللنمو الاقتصادي نتاع البلاد حاجة مهمة ياسر نجمو نخلقوا شركات كبرى في التثمين نتاع المنتوجات اللي ماشية هكاكة نعطيو فيها بلاش الماء نتاعنا والأرض نتاعنا والعرق الفلاح نتاعنا وكذا نعطيو فيها بزوز دورو نصدروا فيها بزوز دورو أروك احنا نجمو نثمنوها وقت نتلموا مع بعضنا نوليو قوة ضغط باش نجمو نبيعوا ونثمنوا ونبيعوا أغلى وندخلوا أكثر فلوس للفلاح وللبلاد. أنتم شوية في القوانين ألفة في التقرير هذايا القوانين التونسية في علاقة بالتعاونيات والجداء بالعربي المجامع الفلاحية وغيرها وفما برشا نقاط تماس بين الجمعيات وبين الشركات التعاونية والتعاونيات فيهم في زوغ فورم زادة حتى يظهر لي سهلوه القانون راجعوه سهلوه باش تولي اشكال زوز ثلاثة اشكال واضحة لي سوفونسيون واضحين باش الناس كل تبدا فاهمة ما تصعبش علينا ما نلقاوش رواحنا من بعد نغطسوا في الاوراق لا بدل الورقة هذه كانت تجيب الورقة هذه تدخل في النوعية هذه كان ما عندكش ورقة هذه راك تلقى روحك ديكلاسي في النوعية الأخرى قاعدين يخدموا على بروجي اي ان شاء الله اي فوالا هو وقع دراسة تعمل دراسة 2018 هذول 2019 على الإطار القانوني والتوصيات أنهم يوحدوا ويحينوا القانون وحدوا وحينوا يرحم والديكم وحدوا وحينوا بارك الله فيكم منلكم نجاح انا فرحان برشا جيتوا بحذاء نعتبركم تجربه نجاح في بدايتها وان شاء الله تنجح ان شاء الله ما يلزمها قليب باش تنجح كما قلنا مع بعضنا حمل الجماعه ريح واحنا ريش فما شكون طايح علي ابو بكر فما شكون طايح علي ربي يوفقك عايشك وحمل الجماعه ريش حمل الجماعه ريش ومع بعضنا نقدموا شكرا خلينا نشوفوا بعض التفاصيل ممكن في التعاونيات الفلاحية والمجامع الفلاحية بعد الستينات وبعد نهاية تجربة التعاضد اللي قادها أحمد بن صالح سعات الدولة التونسية وعلى مدار سنوات لخلق بديل يكون دافع للنهوض الفلاحي المجهودات هذه الكل تكلت في 2005 بإصدار القانون عدد 94 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 الخاص بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية اللي سعات من خلال الدولة إلى تجاوز تجربة التعاضد وبناء تكتلات فلاحية تكون بداية جديدة لهذا القطاع قانون هذا فرق زوز حاجات التعاونية الفلاحية المركزية SMSA سنترال واللي تكون تحتوي على تعاونيات صغيرة والتعاونية الفلاحية الأساسية SMSA دوباز واللي تتكون عموماً في الجهات حسب القانون هذا فإن التعاونيات الفلاحية عندهم غايات ربحية وينجم يقوموا بعملية التكوين وتأطير المهنيين متاحهم وعندهم زادة صبغة تجارية يشريوا ويبيعوا ما عندهمش نسبة قصوى أو دنيا في توزيع أرباحهم رأس مال التعاونيات منقسم لأسهم ولكل شخص صوت مهما كانت نسبة الأسهم اللي يمتلكها عكس الشركات التجارية اللي الأصوات تتحدد بنسبة امتلاك رأس المال قانون التعاونيات الفلاحية يأكد أنه لتأسيس تعاونية فلاحية لازم يتوفر على الأقل 7 منخرطين وحسب الإدارة العامة للتمويل والاستثمار للمنظمات المهنية فإنه في تونس اليوم ثم ما يقارب 316 شركة تعاونية فلاحية منهم 301 شركة تعاونية فلاحية أساسية و15 تعاونية مركزية في تونس ما ثماش كان تعاونيات فلاحية ثم زاد مجامع التنمية الفلاحية جديار مجامع التنمية الفلاحية
ما عندهمش غاية ربحية وتوجدوا من أجل التصرف في الثروات الطبيعية، وهما أقرب للجمعية منهم إلى شركة. تأسيس مجمع تنمية فلاحية يفرض على الأقل 4 أعضاء. مجامع التنمية الفلاحية والتعاونيات الفلاحية في تونس اليوم يعيشوا في وضعية صعيبة برشا بسبب صعوبة الولوج للتمويلات. إضافة لهذا الكل، تمت المصادقة على قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني اللي لليوم ما تمش إصدار الأوامر الترتيبية متاعه. بغض النظر على بعض التداخل اللي صاير اليوم بقانون 2005 وقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فإنه الأنواع هذه من الاقتصاد مهمة برشا لقطاع كما القطاع الفلاحي. التعاونيات الفلاحية واحدة من أهم القاطرات اللي يعتمد عليهم القطاع الفلاحي، وعندها برشا إيجابيات، منها أنها تمكن الفلاح من تجربة الممارسة الديمقراطية، تخفيض كلفة الإنتاج، تمكن الفلاحين من أنهم يصدروا منتوجاتهم، التكوين والتأطير والمسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى عديد التشجيعات المرصودة من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. فرنسا مثلاً تعتبر من أكثر الدول الأوروبية اللي فيها تعاونيات فلاحية، ثم ما يقارب من 2700 تعاونية فلاحية. التعاونيات الفلاحية تخدم في أكثر من 190 ألف موطن شغل، وما هي الشركات مردودياتها ضعيفة كما يظن البعض. الشيفر دافير متاع التعاونيات الفلاحية في فرنسا يحقق ما يقارب 85 مليار أورو، يعني 280 ألف مليار تونسي في العام. هذا برنامج الثانية، بعد شوية نعرفوا 3 اللي بشي قدوا معنا في السباق بشي يربحوا استثمار كامل في الثانية كونكور. مازلتوا تنجموا تشاركوا على صفحة متاعنا على فيسبوك اسمها الثانية، ادخلوا عملوا جيم على صفحة، ابونيفو وابعثونا مساج، قولوا في شي المشروع متاعكم وشارة تكونوا معنا. كل شهر عنا 3 متسابقين نختاروهم كل شهر، ويربح واحد مشروع كامل متكامل مع نيافورا. هذه ثانية، بقوا معنا، رجعينا بعد قليل.